جعل هنا طبيب مغربي أخصائي في جراحة النساء والتوليد، مزداد بالدار البيضاء، درست في التعليم العمومي ودرست الطب في كلية الدار البيضاء. بعدها عملت تخصص في باريس، وعملت تخصص إضافي في الجراحة بالمنظار، جراحة العقم. وكنت ما يسمى الفرنسي شيف دو كلينيك، يعني أستاذ مساعد في جامعة باريس السابعة. هذا يعني كان الحد عندي الحد. ومن بعد في ضمن التقلبات تعرفت بمنظمة أطباء بلا حدود في ذاك الآونة، فلقيت باللي البلاد ديالي فيها شاشة. وأنا في ضمن فاش كنت ندرس الطب في المغرب، ولا سيما في المستشفى الجامعي ابن رشد، كان واحد الاصطدام كبير مع المرضى ومع الهشاشة المجتمع، اللي خلاني نشوف أي طريقة ممكن نقدم خدمة طبية لهاد المعوزين، يعني لا في بلادي ولا عبر العالم. فلهذا ارتأيت أنني ندخل في المسار ديال المنظمات الدولية لأتعلم، لأن ممكن تكون طبيب ومتمرس ومتميز، ولكن تشتغل في محيط الذي أنت ترتاح فيه، محيط مرتب، ولكن أن تشتغل عبر العالم في عدة مناطق وبأدوات بسيطة، هذا يعني يتطلب جهد وتعلم، وهذا استطعت أن أفعله منذ 25 سنة الحمد لله. أنا أظن أن كل طبيب هو إنسان، وطبعا كل طبيب هو طبيب الإنسانية، لأن ما نظنش أن أي واحد يعمل هذه المهنة هذه لتكون مهنة تجارية، فهو بعلاقة بالمريض أو بالإنسان وفي ضعف. يعني لا بد يكون عندك واحد العلاقة، تكون علاقة مهنية، وتختلف الإنسان لآخر كيف يشوف الآخر. ف يعني أنا لا أتميز عن أطباء آخرين في العالم، سيما الأطباء المغاربة. المغاربة يعني الأطباء لا في العام ولا في الخاص يعني يصطدمون بهذه الحالات البسيطة، ويضطروا أنهم يعملوا جهد باش يساعدوا الناس، لا سيما الناس الذي ليست لهم موارد. فالحمد لله أنا استطعت أنني نمشي في الميدان، يمكن أكثر من إخوان آخرين، وعطيته وقت أكثر، لأن الوقت هو الذي ينقص بزاف ديال الأطباء اللي كيحاولوا يساعدوا، ولكن يعني عندهم ارتباطات. أنا شيئا فشيئا حاولت أنني أتخلص من هذه الارتباطات من ناحية العمل، فما عملت غير في وقت وجيز، يعني عيادة خاصة، وحتى اشتغالي بمستشفى صار من بعد واحد الوقت اشتغال موسمي ليس مداوم، فهذا أعطاني وقت، فالوقت هذا هو اللي قدرت نعطيه المسائل الأخرى اللي كتعطيني السفر، تعطيني تدريب القابلات والسفر لبلدان النزاعات والحروب، لأن تما فيك تكون خصوصية أكثر، وهذا كيعطيك واحد الميزة كبيرة، لأنك أنت لما تساعد الناس فأنت تساعد نفسك، وأنما أنك تذهب عن الناس تذهب عن نفسك، وكتكتشف نفسك، وكتكتشف حتى الجوهر الإنسان، ما هو الإنسان. وهنا كتعطيك واحد الميزة حتى في الحياة ديالك اليومية، فهو يعني شيء جميل الحمد لله. يعني مع الأسف بلدان النزاع غالبيتها أنين هم البلدان المسلمة، وبما أنني أتكلم اللغة العربية والإنجليزية، فاستطعت أن أسافر لعدة بلدان، من أفغانستان إلى اليمن إلى سوريا، فلسطين عدة مرات. يعني اللي أثر في كثيرا في الحقبة الأخيرة هي سوريا، اللي رحت لها أكثر من 10 مرات، واشتغلت في وقت الحروب وبعد الحروب. يعني هي حرب دامت 10 سنوات في سوريا، واستطعنا نعمل عملية جراحية وندرب الكوادر، لا الجراحين ولا القابلات في تدريب. وغزة يعني فلسطين، ولا سيما غزة في الحروب 2009 و2014، والحرب الأخيرة هذه
التي أظن أنها أصعب مرحلة شاهدتها في حياتي. لأن غزة أعرفها منذ 2009، وصارت عندي فيها ارتباط كبير، لأن عندي فيها أصدقاء أطباء ومحامون وحقوقيون وإخوان. فلما ابتدى الاعتداء في 2000 في أكتوبر 7 أكتوبر، حاولنا نمشيو بسرعة، لأن عرفت باللي شيء ما سوف يحدث وسيكون كبير، لا سيما بتحرك الأسطول الأمريكي. لا تتحرك أمريكا إلى الحرب أمريكية، فأن هذه الحرب كان حرب أمريكية ضد غزة، غزة بسيطة يعني 40 كيلومتر على 8 كيلومتر أو 12، جبليون نسمة، مقاومة بسيطة، وهذا الحشد العالمي عليها، فالأمر جلل. فحاولنا من الأول نمشيو، لكن كان ما كانت حتى شي وسيلة، لأن الأول يعني القوة المحتلة إسرائيل قررت أن ما يدخل حتى شي حاجة للقطاع، بدأوا يدخلوا مساعدات في الأول بعد الضغط، وأول وفد طبي يدخل في أواخر دجنبر. فالجمعية التي أشتغل معها هي تجمع أطباء فلسطين أوروبا، موجودة في فرنسا وفي عدة دول أوروبية. لقينا الاشتباك مع جمعية رحمة حول العالم، هي جمعية أطباء يعني مسلمين في أمريكا، فهما اللي نسقنا معهم باش دخل الفوج الأول، هما يدخلوا في 25 ديسمبر، وحنا دخلنا في 20 يناير مع 7 أطباء فرنسيين، وهما يا 13 مختلفة من الأردن ومن أمريكا وإنجلترا، فهما اللي نسقوا لنا الدخول. لولا هذا الدخول صعب كتير. يعني لما دخلنا احنا كان الذهاب الى الشمال ممنوع، لان تواجد الجيش ويمنع اي تحرك للشمال. فكان الوفد غادي ينقسم لاثنين، نصف للاوروب مشفى الاوروبي اللي هو جنوب شرق خان يونس، ومشفى ناصر الذي موجود في خان يونس. خان يونس كتعرفوا هي المدينه الثانيه في الجنوب. فمشفى ناصر فاش دخلنا كان محاصر وكان لا يمكن الدخول له، ففريق منا مشى بخطر مشى للمشفى الشهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى، وما تبقى بقينا في المشفى الأوروبي الذي تحول إلى قرية، يعني تقريبا 20,000 نازح في ذاك المستشفى، كيسكنوا في داخل المشفى وخارج المشفى، لأن الناس تظن دائما أن المستشفى هو أمان ولن يقصف. مع الأسف في هذه الحرب استبيحت كل المشافي، شفتوا شنو طرا في مستشفى الشفاء وكمال عدوان والأندونيسي، وش كيطرى حاليا في مشفى ناصر من 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 محاصره وتجويع ونقص وقنص لكثير من الناس الذين يحاولون الذهاب او الخروج من المستشفى. فاحنا كنا تما، اللي كتشوفوا في الحرب هو ان هو دوي ديال 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 ديال, ديال القذائف وديال الصواريخ في كل تقريبا، وكيكون مشتده في الليل وفي الصباح مع الفجر. عارف جر تقريبا تيكون واحد الوابل. المشفى الاوروبي وقريب من الشرق، ولكن حتى دابا القوات الاسرائيليه يعني مجنباه، ولكن ممكن تاخذه في نص ساعه، لانه اللي داير به كله رخو ماشي شي حاجه. وانا كنت كنمشي كل نهار المستشفى الام والطفل اللي موجود في رفح 10 كيلومترات، فكنت كناخذ بعد مجازفات عندنا في سيره اسعاف، ولكن كل مستباح في غزه، كل مستباح. ممكن تكون غادي وتضرب سياره بجنبك، او تضرب انت، او تضرب شفتوا الصحفيين 130 صحفي توفوا او اكثر، يعني كل مستباح والكل تحت طنز الصوت. ويعني غزه تسمع دائما فيها واحد الرنين ديال ما يسمونهم الزنانه، وهو الطياره بدون طيار الذي ترصد تحركات الجميع، وتأني وتعمل واحد الصوت اللي مزعج ولكن مستدام طول اليوم مع الأسف. دابا رفح كان هي مدينة فيها 250,000 نسمة، تحولت مع النزوح والضغط إلى 1,400,000 نسمة نزلوا لها الجميع. وأول ما
ما نزلوا لها. واول ما يحاول الانسان ان يساعد هو المراه الحامل في العائله. المراه الحامل كتخاف عليها اكثر لانها هي جوهره وضعيفه وتحمل الحياه. فالناس دائما يخافوا على النساء الحوامل كيهبطوا من الجنوب. مع الاسف النساء الحوامل تتبع الحمل اصبح شبه مستحيل، لا من قبل ولا من بعد. ف اللي كيساعدنا في انهم الاكثريه مثقفات قاريات وكيعرفوا امتى بدات الحمل ديالهم وكيعرفوا فين غادي الحمل، هذا كيساعدك. ولكن كيعانيوا الاكثريه من سوء التغذيه، من فقر الدم، من الحالات المزريه للعيش، لانهم اما تيعيشوا مكتظين في اقسام القسم مثلا، يعني غرفه اللي فيها 6 متر على 8 فيها 5 6 العائلات، 50 60 نفر، يعني لا يطاق، لا يعني صعيب تتخيلوا. او في الخيام، الخيمه التي تستر ولا تأوي لان فيها الحر بالنهار وبرد بالليل. وهاد النساء تيجيو الاكثريه ولدوا في مشفى الام، الطفل اللي كان كيدير تقريبا 20 ولاده في اليوم فاصبحت 80 في اليوم. والنساء تخرج ما بين 3 إلى 6 ساعات، تولد وتاخذ الرضيع ديالها وتخرج للخيمه. فتصور اي واحد عاقل ان الزوجه ديالو غادي تعيش في هذه الحاله هذه، يعني شيء صعب. والقيصريات من 4 ولينا 20 الى 30 قيصريه، لان في وقت الحرب يزداد عدد القيصريات، يزداد عدد الاجهاض، يزداد عدد الولادات الخدج، ويعني الولادات قبل الوقت. فهذا كيعطي واحد الضغط على الحواضن اللي هي تاهي متوسطه في هذا المستشفى الصغير، 11 يعني حاضنه، ولكن عدد الموجود فيها 30، كيديروا 3 4 في الحاضن، مما كيعطي واحد المشكله اخرى، وهو اذا كان تعفن او في واحد كيعطيه الاخر. ويعني عدد كبير من المشاكل. مشكله الحرب ان اي خلل ممكن يجيب مضاعفات وينتهي بالوفاه، اللي هي ما كتحسبش كوفاه حرب، وكي هي وفاه ناتجه، انا كنسميها وفاه غير مباشره ناتجه عن ظروف الحرب. قصه هذه الفتاه اثرت في كثيرا، لان كانت حولت للمشفى الاوروبي لان في عنايه مركزه في المشفى الام والطفل، ليست في عنايه مركزه. فقالوا لي ان دخلت بنت عندها 24 سنه في حملها الثاني وعندها سكري، فدخلت في مضاعفات السكري لان ليس لها انسولين، لم تجد الانسولين، فطلع نسبه السكر فقط 6 غرام في اللتر او 7 غرام. فصارت دخلت لقيتها في غيبوبه، كنا غادي نعملوا لها قيصريه، ومن حسن حظها بين قوسين رجعت ساعه من بعد قالوا لي انها ولدت جنين ميت، بنت. يعني عطيتها الام ديالها وهي ولكن في غيبوبه. فاستبشرنا خيرا ان بالولاده غادي يمكن تحسن، السكر بدا ينزل، ولكن كاين مشكله كبيره عندنا في التتبع. في التتبع ديالها لم يكن عندهم وسائل باش يتبعوا، ولو ان عطاوها الانسولين يعني بطريقه جيده، وكيفضلوا ما يديروا ما ينببوش، دونك ما يعملوش لها التنفس الصناعي من الاول، خلاو حتى الاخر. بعد يمكن تاخروا، يمكن مشكل ديال المخبر ان حالتها تضاعفت. وفي الصباح لما سالت عنها قالوا لي لقد استشهدت. فهذا يعني ألمني كثيرا، لان فقد ألمتني يعني الجنين الذي توفى. فلما توفى الام وتترك طفل عنده 3 سنوات واب مكلوم، يعني هذا ضياع. ضياع لاش؟ لان الانسولين ليس موجود، لان ليس هناك كهرباء، ولو كاع حتى كاع كانت الكهرباء فالانسولين يضيع من غير ثلاجه. وهذه حالة كثير 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 من الناس مع الأسف الشديد. هي مواقف عديدة، لأن أكثر من الموت، يمكن أكثر آلام من الموتى الأحياء، لأن الميت
وحنا مسلمين وفي هذه الظروف هو نحسبه عند الله عند الله مقبولا وشهيدا، وهو يذهب إلى عالم آخر. أما الحي فهو والحي المصاب، الحي الذي مطرط رجله، الحي الذي ضاع له كل شيء، الحي الذي ذهبت له عائلته، ذهب له منزله، الذي أصبح يعيش في خيمة، الذي أصبح لا يجد مأكل، الذي الصباح فلما كان مشي في الطريق من المشفى الأوروبي إلى مشفى أم الطفل كنشوف الناس يعني استيقظوا من النوم ولكن شاردين لأنهم لم يناموا جيدا، إنهم ظروفهم صعبة، لأنهم لم يستحموا، لأنهم لا يأكلوا جيدا. فهذه الأجواء كلها التي يعيش فيها الإنسان الحالي الفلسطيني في مدينة رفح، مدينة رفح فيها أكل ولو فيها غلاء، فيها سوق سوداء مع الأسف، وفيها يعني الغلاء جميع المتطلبات، فالإنسان فيها يعيش في ضغط ونكد، ما بالك بال 500 ألف التي تعيش في الشمال والتي لم نراها، والتي تعيش في دمار وتعيش في جوع وتعيش في نقصان، والحان يذهب الأولاد مجففين يموتون في المشافي كما سمعنا اليوم في الأخبار. يعني هذه الحرب حرب قرون وسطى، حرب تدمير وتجويع لكي يستسلم كل من يحارب، وهذا لا يليق في زمننا هذا. والبطولة بطولة أي واحد، لأن الإنسان الذي يصبر شهور متعددة في هذا الوقت هذا فهو بطل، لأنه يصبر ويحتسب وينتظر غدا أفضل، ويريد أن يشاهد الناس أنهم ضاع لهم كل شيء ولا زالوا متشبتين بأرضهم، يقول أنا أرجع إلى أرضي وأعمل عليها خيمة. بينما هناك أناس يفكرون في مستقبل أبنائهم لأنه دمر كل شيء فلا يعرفون، ولكن يعرفون كيف سيكون غدا موجود. الإنسان العادي الذي يستطيع أن يحافظ على كرامته ويحافظ على يعني عنفوانه في هذه الظروف الصعبة فهو بطل في يعني في نظري. احنا اللي كنا يعني أطباء عطونا سكن يعني غرفة كنا نعسو فيها 5 أو 6، عندنا حمام كنت شدوا عليه يعني الطابور، وعندنا الماء بعض المرات يتقطع، ولكن كان عندنا الضوء، وعندنا حلينا في المستشفى وعندنا نت، فاحنا كنا في وعندنا مضمون كل يوم تيجينا يعني غدا وجبة في اليوم، يعني كنا احنا في خير بالنسبة للناس الذين ما عندهمش الضوء، ما عندهمش الماء، أما الأكل غير موجود، الطوابير عليه، يعني الغاز غير موجود للطهي، يعني أصبحوا يفكرون في كل شيء، حتى أن عدد من الأطباء كانوا كيجيوا ليستحموا في المستشفى لأن صعب الاستحمام، يعني الحياة اليومية يعني كلها تغيرت للناس، فأنك تحافظ على نفسك وكرامتك في هذا الحرب ضد الإنسانية وضد الوجود وضد الكرامة، فوالله شيء غير سهل. المغاربة متضامنين دائما مع الفلسطينيين، كل الغزاويين يعني بصفة عامة لأنهم هم المضطهدين في السنين الأخيرة، وهما تما تحسوا. وكان الوجود ديالي أنا كمغربي وسط في مستشفيات، المستشفى اللي اشتغلت فيه كنت نعرفه لأنه اشتغلت فيه 10 سنين من قبل، فهذا كان كيعطي واحد الدعم نفسي أن هناك أخ جعلنا، والوفد لما وصل الوفد 20 طبيب دخلنا، والأكثرية هما مسلمين من أمريكا، معنا جوج فرنسيين ولكن الأكثرية مسلمين ولو عندهم جنسيات أمريكية وإنجليزية، فكان فرح كبير بالنسبة من الناس ومن الأطفال، واحد الاحتفاء كبير أن هناك من يأتي ليزورنا ويؤازرنا،
فيسالوا الناس عن النفود ويجوزوا على الاطباء والاطباء ما تيجوش الايادي فارغه فيفرحون الناس. فهذا كيعطي واحد الزخم، ولكن تيبقى نسبي وتيبقى واحد مجموعه قليله ديال الناس. اكيد لان هاد العدوان لا يفرق بين احد، والو ما تيفرقش، وكتحس باللي لا سيما ملي تبدا تدون، لان كثير من المدونين قصفوا، كثير من 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 الناشطين قصفوا. احنا انا واللي كان معايا فرنسي باسكال بينا كندونوا وتواصلوا في المنصات، فهذا كيخليك انك يعني مستباح ليس في المستشفى، ولكن يعني تتحرك خارج المستشفى. فالمنظمه الرحمه كتقول لنا ما تمشوش من غير المشافي، ان تضعوا نفسكم للخطر لما تخرج برا. فاي طائره بدون طيار انت مستهدف، مع لا سيما في الهواتف ديالنا الحاليه، فانت معك الآلة التي تري غيرك أين أنت. أكيد 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 مرة حسيت، كان معايا ممرض قال لي بلي الأخ ديالو اللي هو كان له بسنتين 25 سنة استهدف في 23 أكتوبر، لأنه كان مدرس الإنجليزية وكان يكتب واستهدف وقتل. يعني هذا شيء بسيط جدا، يعني كيف يدون لمدون أن يقتل. يعني أي واحد يحكي على ما يجري بالداخل فهو معرض للقتل الإسكاتي، وخير دليل الإسكات هم 130 صحفي الذين استشهدوا بطريقة مباشرة من طرف العدل. أول مرة في العالم يكون هكذا، أن عندك مجموعة ديال الناس محاصرة مراقبة 24 ساعة 24 ساعة، قد تستهدف في أي وقت. والأدهى من هذا أنها ممنوعة من الخروج. ما أنا عشت الحروب في أفغانستان، عشت في اليمن، عشت سوريا، عشت إفريقيا الكونغو، عشت إثيوبيا. ليس هناك منطقة حرب في العالم لا يسمح للناس أن يذهبوا لمكان آمن في بلاد آخر إلا الغزة، إلا فلسطين. لاش؟ لان هناك قضيه ايش يعني؟ ما هذا كانك تضع انسان تحت الضرب ولا يمكنه ان يفر. هذا امر غير معقول. هذا امر لا استطيع تصوره. وحسبنا الله ونعم الوكيل. احنا الجمعيه كنمشيو كل اسبوعين، انا فضلت شهر ومع باسكال كنا بغينا نزيدو شي شويه، ولكن كان غيجي الوفد كامل قالوا لنا يعني يكفي ان الوقت ديالكم تخرجوا الى امكانيه ترجعوا مره اخرى. فاضطرينا للخروج، لان الخروج كيتطلب تنسيق واسم على المعبر وقت محدد، والا سوف كان يكون مشكل ما نقدرش تخرج وقت ما انت بغيتي. حتى الدخول صعيب والخروج صعيب، لان لا بدا يكون الاسم ديالك في المعبر، والاسم باش يكون في المعبر كيكون كما قلت لك تنسيق بين المخابرات المصريه والمخابرات الاسرائيليه. انا كنت تغير جذريا في الحرب الاخيره في 2014، لان لما رجعت منها قررت انني استغل اكثر وقت مناسب من وقتي للاخرين، لان لما انت تقترب كثيرا من الموت، والموت علينا حق في اي لحظه، ولكن لما كتشوفه بطريقه مباشره وكتكون في منطقه يعني الموت، فكتاثر عليك واحد التاثير غير طبيعي. ولو انا طبيب انا ويعني كنعيش في العمليات وفي الدم والموت والحياه تنعيش فيه كل يوم، ولكن هذا الموت الذي يسقط من السماء ويسقط الناس ويمكن في اي لحظه كل شيء يمشي، تخلي ان 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 قيمه الحياه والموت كتصبح عندها واحد رؤيه اكبر، والانسان يعرف بلي وقته محدود ولازم يستغله لفعل ما يمكنه ان يفعل ما دام عنده صحه وعلم
أن يعطيه للناس ويشوف ما هو الأحسن في الحياة. ثانيا كتعلم التجرد من الأشياء. أنا في شهر كله نمت من غير وسادة شهر كله، وعندي يمكن سروالين وقميصين شهر كله، واني كتعلم شي حوايج اللي يمكن انك تستغني عنهم لانهم لا يسوا شيئا، وتشوف الاساسيات. فاني الظروف القاسيه تدرب الانسان ان يكون احسن، وحتى اذا جاءه النعم يكون في خير. فصديقي راسلني وقلت له انا بالمغرب لازور والدتي، فأجابني فقال لي كل واشرب وقر عينا. فكنت جالس على المائدة الطعام أنا وأمي، قلت لها هذا الذي نقول نعمك.